أعلنت انطلاقة شوطنا العاشر الخاص بفئة الزمول. ينطلق هذا الشوط لشعارات أصحاب السمو والشيوخ، ننطلق بالتحدي وبالإثارة، ننطلق مع هذه الأسماء الممتازة، انطلق مع هذه الشعارات القوية الرائعة الحاضرة على تحفة ميادين السباقات، ميدان المرموم الذي يجمع هذه الأسماء ويجمع هذه الشعارات المتوافدة على أرض هذا الميدان. ابدأ مع شاهين لهجن العاصفة وقيات الهلالي، يتابع انطلاقة شاهين المركز الثاني، يتقدم ايضا لبيد لهجن الرياسة سلطان بن محمد الوهيبي يتابعه بعملية التضمير. اما المركز الثالث المتحد للشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، ويتابع محمد بن علي بن محمد العربيد الشهواني يتابعه بالانطلاق المميز وبالتحدي الرائع على المركز الثالث. المركز الرابع وصل شاهين لهجن سيح السلم وسيف بن عتيج بن محمد العميمي يتابعه بعملية التضمير على المركز الرابع. المركز الخامس وصل وتقدم نجد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة بعملية التضمير على المركز الخامس. المركز السادس هناك أيضا هملول لهجن الرياسة وعلي بن جميل الوهيبي يتقدم ليتابع انطلاقة هذا الشعار على المركز السادس. المركز السابع يصل شاهين لهجن العاصفة وقيات الهلالي يتقدم مع انطلاقة شاهين. المركز الثامن يصلنا ايضا شاهين لهجن العاصفة وقيات الهلالي على المركز الثامن بالمتابعة والتضمير. وايضا القادم والمنطلق بهذه اللحظات واصل وقادم بانطلاق مميز مسعف لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي يتقدم مع المركز التاسع. المركز العاشر ايضا القادم شاهين او القادم الطاير لهجن ايضا الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي. هذه العشرة المراكز الاولى، هذه العشرة المراكز المتقدمة في هذا الشوط التي تحمل هذه الاسماء وتحمل هذه الشعارات القوية على ارضية هذا الميدان، ميدان المرموم يجمع هذه الاسماء في ضمن هذا المهرجان، مهرجان المرمومة التراثية بهذا الختامي القوي. ولكن عودتنا الى هناك البداية مع المركز الاول ثلاثية ذهبية مع هذه الشعارات القوية الحاضرة بهذا التحدي. من الجانب الاخر جنسيح السلم تتقدم بالانطلاق مع انطلاقة هذا الاسم متعب 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 او ياتينا شاهين. نعم جنسيح السلم وسيف بن عتيج بن محمد العميمي يتقدم العميمي يتقدم مع جنسيح السلم ومع انطلاقة شاهين وتحدياته الممتازة وانطلاقاته الجميلة الرائعة بهذا الميدان بهذا الانطلاق المميز مع هذه الشعارات القوية. لكن الرياسة على المركز الثاني مع لبيد لهجن الرياسة وسلطان بن محمد الوهيبي العملاق يتابع هذا الاسم الممتاز، يتابع هذا الشعار المميز على المركز الثاني. المركز الثالث وصل ايضا شاهين لهجن العاصفة وقيات الهلالي بعملية التضمير على المركز الثالث. المركز الرابع
يصل ويتقدم، يصل هملول لهشام الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي بالمتابعة والتضمير الظافر بالانطلاق المميز على المركز الرابع. المركز الخامس وصل المتحد للشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني محمد بن علي بن محمد الشهواني، يتقدم ويتابع هذا الاسم الممتاز على المركز الخامس. المركز السادس وصل وتقدم شاهين لجن العاصفة وقياث الهلالية بالمتابعة والتضمير بالانطلاق المميز على المركز السادس. المركز السابع ايضا يصل شاهين لجن العاصفة وقياث الهلالية، وايضا الوصول مع نجدة لهجن سيح السلم بمتابعة خالد بالمر بن حلوة، يتابع هذا الاسم الممتاز، يتابع هذا الانطلاق. ونجد نعم لسمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي تاسع المراكز، يأتينا ويتقدم مسعف لهجن الرياسة وعلي بن جميل الوهيبي. المركز العاشر شاهين لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي بالمتابعة والتضمير. هذه العشرة المراكز الأولى، هذه العشرة المراكز المتقدمة التي تحمل هذه الأسماء مع اقترابنا وأيضا مع حزام الغابات ومع انطلاقة هذه الأسماء. لكن عودة إلى المركز الأول، عودة إلى صدارة الشوط مع بداية التحدي مع انطلاقة شاهين وهجن سيح السلم وسيف بن عتيجة بن محمد العميمي. يتقدم العميمي مع انطلاقة شاهين وتحدياته الممتازة وانطلاقاته الرائعة والجميلة مع بداية الشوط. لكن الرياسة على المركز الثاني تقدم لنا لبيت لهجن الرياسة وسلطان بن محمد الوهيبي. يتقدم العملاق على المركز الثاني، يقدم لنا هذا الاسم والاسامي قادمة والشعارات حاضرة بهذا الشوط الذي يحمل هذه الاسماء بهذا ايضا الانطلاق المميز وبهذا التحدي المميز وهذه الصورة الجميلة التي تنقلها غناة ياس بالانطلاق او غناة دبير سنق بالفعل الحاملة بالتحدي وبالإثارة. المركز الثالث القادم هنا شاهين لجن العاصفة وقياث الهلالية، وأيضا الأسامي القادمة والتحديات الحاضرة. أيضا المركز الرابع يصل شاهين لجن العاصفة وقياث الهلالية. خامس المراكز يصل ويتقدم هملول لجن الرياسة وعلي بن جميل الوهيبي قادم مع انطلاقة هذا الاسم والاسامي قادمة والشعارات قادمة بهذا الشوط التي تحمل هذه الاسماء، تحمل هذه الشعارات القوية الرائعة مع هذه الاسماء القوية. وايضا يصل شاهين لجن العاصفة وقياث الهلالي، وايضا القدوم والوصول ايضا مع القادم بالانطلاق القادم بالتحدي. هنا مسعف قادم لجن الرياسة، يتقدم مسعف وعلي بن جميل الوهيبي والأسامي قادمة. ولكن وين البداية؟ وين هناك البداية والتغييرات اللي حصلت وجرت على المركز الأول وعلى الانطلاق المميز؟ لبيد غير المركز الأول، وهنا هجن الرياسة بمتابعة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي يتقدم. ولكن المركز الثاني شاهين لجن سيح السلم وسيف بن عتيجة.
بن محمد العميمي ياتي على المركز الثاني، وليس ايضا بن عمير بالفعل حاضر مع هذا الاسم، حاضر مع هذا الشعار المميز. المركز الثالث وصلت الاسماء، يصل شاهين لجنة العاصفة وقياث الهلالي وايضا القادم، والواصل ايضا هنا شاهين لجنة الرياسة وعلي بن جبي الوهيبي، وايضا شاهين لجنة العاصفة وقياث الهلالي ومسعف لجنة الرياسة وايضا القاتم المتحد للشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني لمحمد بن علي بن محمد الشهواني تابعه بالانطلاق المميز. لكن عودتنا الى المركز الاول، هنا اقترابنا من البوابة الاخيرة، الأخير. يا من تسمع يا من تتابع، بانت المنصة ولكن البداية مع هجن سيح السلم، معك يا سيف يا بن عتيج يا بن عمير يا العميمي، روح إلى الفوز، روح إلى الانتصار مع انطلاقة وتحديات هذا الاسم. ولكن الرياسة على المركز الثاني مع لبيد وهجن الرياسة والعملاق سلطان بن محمد الوهيبي، ولكن بن عمير والعصا قوس حتى هذه اللحظات الامتار الاخيرة. هجن سيح السلم، هجن الرياسة، لبيد وشاهين، شاهين ولبيد الامتار الاخيرة، والقادم ايضا ملول بالانطلاق المميز. ولكن لبيد لهجن الرياسة الاحمر ياتي على المركز الاول. روح لبيد الى الفوز الى الانتصار مع هجن الرياسة، مع عشاق هجن الرياسة. شكرا يا العملاق، شكرا يا سلطان يا بن محمد يا الوهيبي، من تابع هذا الشعار المميز وتابع لبيد لحظة وصوله الى خط النهاية، معلنا للفوز، معلنا للانتصار مع المركز الاول، يصل الى خط النهاية مهديا عشاق هجن، ايضا لهجن الرياسة على الفوز والانتصار المركز الثاني. وصل شاهين لهجن سيح السلم المركز الثالث، هجن الرياسة المركز الرابع، اللي وصل على المركز الرابع لهجن الرياسة، وصل على المركز الرابع. المركز الخامس لهجن الرياسة، ايضا تهانينا والناموس ايضا لهجن عشاق هجن الرياسة، والى ايضا العملاق سلطان بن محمد الوهيبي مع انتزاع لبيد للمركز الاول بتوقيت غدره 12 دقيقه وايضا 45 ثانيه وخمسه من الاجزاء من الثانيه. تهانينا لعشاق هجن الرياسه ولمحبي هذا الشعار على الفوز والانتصار المركز الثاني. شاهين لهجن سيح السلم، سيف بن عتيج بن عمير العميمي من تابعه، التوقيت 12 دقيقه 46 وثلاثه من الاجزاء من الثانيه. تهانينا وناموس ايضا المركز الثالث، ايضا هملول لهجن الرياسة بمتابعة علي بن يميل الوهيبي بتوقيت قدر 12 دقيقة 47 ثانية وتسعة من الاجزاء من الثانية. تهانينا وناموس على الفوز والانتصار.